اتفضلي يا ست نوح. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا ست نوح. عندي سؤال لحضرتك. يلا. هو جدي، يعني انا والدي 5 صبيان. انت ايه؟ عندي ليا والدي، والدي ليه 5 صبيان اخوات، هما 5 صبيان يعني. والدك له 5 صبيان؟ يعني 5 صبيان دي يعني هو هم 5. بابا له 5. ايوه. وانت ما تعرفيهمش؟ انا جدي والدي صغيرين، كان بيتجوز. حضرتك سامعني؟ يعني الخمسه دول ولاد بابا يقربوا لك ولا لا يا نوبه؟ عمامي حضرتك. عمامك؟ طب ما تقولي عمامي برضو. ما تقولي انا ليا اعمام 5. ولا مفيش واحد فيهم بيجيب لك بسكوته؟ مفيش واحد فيهم بيجيب لك نهى محدش فيهم بيجيب لك بسكوته في العيد ولا اداك عيديه في يوم من الايام؟ كل حاجه طبعا. هم 4 ووالدي الخامس. طيب. هم 4 ووالدي الخامس. حاضر. ها حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك. فجدي هم صغيرين. ايوه حضرتك. ايوه. كان بيتجوز على جدتي، كل يعني كان بيتجوز على جدتي، اتجوز اكتر من واحده يعني. ما علينا، المهم ان هو خلف 4 و5 ولا خلف غير دول؟ ما انا هقول لحضرتك. فهم اخواته وزعوا الارض، الورث بتاعه ما رضوش يديهوله، يدوه لجدي، ووزعوه على اولاده ومراته. مين اللي ما رضوش يدوه؟ اخواته، اخوات جدي ما رضوش يكتبوه باسمه هو، ويكتبوه باسم اولاده ومراته، ما كتبوش باسمه هو حاجه. تمام. فبعد فتره بقى طويله هو اتجوز وجاب بنت. ايوه تمام كده. فالبنت دي اصغر مننا احنا، اللي احنا احفاده، البنت دي اصغر مننا. ايوه. فالبنت دي دلوقتي بتتجوز، يعني هي مخطوبه وبتتجوز دلوقتي. ففيش بقى غير والدي وعم ليا تاني هو اللي بيساعدها في الجواز، والتانيين مش راضيين يعني يساعدوها. فاحنا عايزين بقى نعرف دلوقتي، هو جدي مات وهي صغيره عندها سنه. حضرتك سامعني؟ جدا. فهي بقى هما كانوا واخدين 3 فدادين، اتكتب لكل ولد نص فدان ولجدتي نص فدان. وجدي ما خدش حاجه خالص، يعني جدي مات ما سابش حاجه، لان الورث بتاعه اتكتب باسم اولاده والصبيان بس. ايوه. البنت ما تكتبلهاش اي حاجه، لان هي ما كانتش اتولدت اياميها، ما كانتش جت اصلا. وعم بقى من عمان بعد كده اشترى الارض منهم. فهل دلوقتي البنت كان المفروض ان هم كانوا يدوها بعد كده من الارض دي، ولا هي بقى عشان هي اتولدت بعد كده يعني؟ بعد ما الارض ما هم اخدوها وكتبوها باسم يعني. حاضر. في حاجه ثانيه يا نهى ولا ابتدي اجاوب؟ في حاجه ثانيه ولا ابدا اجاوب؟ لا هو كده ان شاء الله. شكرا نهى، مع السلامه. اللي انا سمعته وفهمته ان جد نهى كان راجل بيتجوز كتير. لما ابو جدها مات، ولاده اللي هم اخوات جدها قالوا الواد ده بايظ وهيضيع ميراثه وعنده عيال، فلو مسك الميراث هيروح يتجوز بيه الرقاصه وصبيه الرقاصه بعد الرقاصه بيومين، فاحنا احسن حاجه ندي ميراثه لاولاده. انا هعتبرها ان الراجل ده راوه سفيها وكانوا هم اوصياءه، فاكيد كان بياكل وبيشرب ومبسوط وهم ضمانا للفلوس. المهم يعني انا ماليش دعوه، يمكن درجه السفاهه دي ابو حنيفه بيقول مفيش حد يحجر على حد. رأيه كده في بداية المجتهد ابن رشد على الصفحة اللي على اليمين في وزن نص السطر ونص الصفحة، لكن أنا ماليش دعوة. أنا ليه خليني إن هم تصرفوا تصرف وحصل فيه حاجة جديدة. إيه هي الحاجة الجديدة؟ إن في بنت جت لهذا الرجل الذي لم يأخذ من ميراثه شيئا، اللي هي بقت عروسة دلوقتي ومحتاجة تتجهز، وهي تعتبر عمة نهى اللي كانت بتتصل أخت أبوها، وأبوها أكيد مكتوب له راخر زي ما مكتوب له الصبيان، وهي لسه قايله في الاول وفي الاخر ان البنت ما خدتش حاجه لانها لسه ما كانتش اتولدت، اهي اتولدت. الحل اللي يرضي ربنا ايه؟ كل واحد يطلع نصيب
البنت دي اللي هي اللي ذكر مستر حازم حسين بقى هم اخوات وابوهم ميراثه وابوهم راح طبعا اكيد ولا جدك لسه عايش بيتجوز تبقى خيبه ماليش دعوه. المهم البنوت البنوته دي هيبقى كل صوبي يعني كل واحد ذكر مش عايز يدخل النار مع ابو جهل يطلع يبيع الارض يشحت ماليش دعوه. انت خدت ايه؟ انت خدت 600 واخوك خد 600 واخوك الثالث خد 600 اربعه 600 وجات البنوته. البنوته ليها بقى ايه؟ نوزع بقى من الاول وجديد عشان ما اغلطش انا واقول مساله على الحساب تطلع غلط ويبقى للذكر مستر حازم حسين يعني هيبقى لها هي سهم مثلا وكل واحد من الصبيان سهمين 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 سهمين. لكن وهي بقى تجوز نفسها تجهز روحها تجيب بهم ترمس تجيب حلاوه طحينيه تلاقيهم في البحر وربنا يوديها النار زي ما هي حره لها ذمه ماليه مستقله تاخدها وهي حره فيها. واي حد تاني عايز يجاملها كعروسه واخته ولا بنت اخته بحاجه تانيه غير حقها في الميراث لان مفيش حاجه اسمها كروات اني انا اجهزك ده حقك في الميراث ده اللي بيدخل النار من اوسع الابواب مفيش ولا خلاف بينا. ربنا يغفر الزنا والسرقه والقتل اسف والدم والجراح والمعاصي وترك الصلاه والافطار عمدا في رمضان ما يغرفش 50 قرش ما يغفرهاش. الخمسه الشلن اللي ما بيجيبش حاجه دلوقتي عند ربنا ملوش مغفره. يا تدفعه وانت صاحي قبل ما تروح يا هيتاخد من صلاتك لو ليك صلاه. وحديث اتدرون من المفلس كلكم حافظين. مين يا باشا؟ ام محمد. اتفضلي.